تطورات سياسية تبعث الأمل بعودة دوران عجلة الاقتصاد الفلسطيني، فحتى هذه المصانع في قطاع غزة ترقب نجاح الانتخابات الفلسطينية وجهود المصالحة الوطنية لعلها تنهي التداعيات الاقتصادية للانقسام الداخلي. يعني كنا كان المصنع هذا مشغل حوالي 70-80 عامل، وكنا ننتج اسطوانات غاز بشكل مستمر، والمصنع كان بشكل مستمر شغال، وكنا نصدر الاسطوانات على الضفة الغربية. من يوم ما اجى الانقسام على هالبلد واحنا في تراجع في تراجع في تراجع لما وصلنا لتحت الصفر. احدثت سنوات الانقسام وتعدد الحكومات انفصالا اداريا بين الضفة الغربية وقطاع غزة، دفع الاقتصاد الفاتورة الكبرى لهذا الانقسام، واستغلته إسرائيل في تجديد قيودها وحصارها على القطاع. نأمل بأن يسمح لنا بالتصدير، وإن شاء الله سيسمح لنا بالتصدير لأنها ستكون حكومة واحدة على مستوى الوطن، ونأمل بتوحيد الضرائب، نصبح كباقي الدول، الضريبة تدفع مرة واحدة لحكومة واحدة، وإن شاء الله سيكون هناك نوعا من الانفراج على المستوى الصناعي وإعادة هذه المصانع إلى العودة إلى العمل بطاقتها الانتاجية الكاملة. وفق إحصائيات رسمية، أغلق نحو 500 مصنع أبوابه منذ عام 2007، وما تبقى من مرافق الإنتاج العاملة في غزة تعمل بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 25% بحسب خبراء. أي تغيرات سياسية إيجابية من شأنها أن تنعش قطاعات اقتصادية عديدة في غزة؟ فيأمل أصحاب هذه المصانع أن يسهم الحراك السياسي المرتقب في انتشالهم من حالة الركود الحالية ليعود ضجيج هذه الآلات من جديد. صالح الناطور، العربي، قطاع غزة.